السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. يا رب دائما بخير، ربنا يجمعنا ويخرجنا جميع المسلمين مع صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. يا رب آمين. نعم. ماذا عندك؟ كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. سأل. سألت حضرتك إن أنا كنت أخذت فلوس من أخويا للاستثمار ووضعتها في شقة، تمام؟ حضرتك قلت لي ان انا اطلع مبلغ تقيم الشقه بتاريخ كل سنه وتطلع قيمه البناء بتاعتها. هل فانا متلخبط حضرتك ما بين ان هو الانسان حضرتك او جات ان هو لازم يكون تاجر شغل على اساس يطلع تاجر بناء؟ لا عفوا، انا ما انا فاكر سؤالك، فما تبنيش على شيء ان انا قلت لك وقلت لي لا. طيب ما انا اسال حضرتك، ما استطيع ان انا اقرك على شيء تنقله عني سابقا، ما انا مجمع. قل لي اسال سؤالك الان. ماشي حاضر. اخويا اداني مبلغ من المال علشان استثمره له. اي. فوضعته في شقه تحت الانشاء. اي. كانت ارضه لم تبنى. نعم. البرج عبال ما خلص خد 5 سنين. طيب. وبعدين انا حسبت له دلوقتي يعني مثلا اتبنت بعد سنة كم دور وبعد السنة كم دور، ففي نهاية ال5 سنين حسبت الحسبة بتاعته لقيتها بمبلغ بزيادة. فهل بيستحق عليه زكاة عن كل سنة وضع فيها المال للاستثمار ولا لازم يكون تاجر أراضي؟ لا، ما هو الآن هو شقة للسكنة أو شقة للتجارة؟ لا، هي الشقة أنا أخذت منه الفلوس عشان أستثمرها له. أيوه، يعني أنت عملت شقة تبيعها له ولا شقة لنفسك أنت؟ لا، شقة أخذت منه جزء من المال ووضعت أنا جزء من المال، تفضل حضرتك. يا أخي كل هذا للتجارة ولا لنفسك؟ بالنسبة له هو استثمار. وبالنسبة لك؟ وبالنسبة لي أنا سكنة. يعني أخذت مال أخيك توهمه أنك ستستثمره له وغششته وبنيت شقة، ما هي كده؟ ما هي كده بالضبط. بنيت لك شقة بفلوسك وفلوس أخيك. وتريد أن تعطيه الثمن، تريد أن تعطيه الربح، مش كده؟ أنا اتفقت معاه حضرتك، قلت له هاخد الفلوس دي أستثمرها، فلم أجد مجال للاستثمار غير إن أنا أضعها في الشقة دي، وبعد كده نويت إن أنا أدخل في هذه الشقة، نويت بعديها. غيرت النية. تقوم النية على أنك مشتري. تمام. أنك مشتري ويحدد السعر ساعة الشراء. طيب وبالنسبة لي هو ان الفلوس، بالنسبة لي هو فلوس مستثمرة عروض تجارة، بالنسبة له هو تزكى سنويا. فتزكى سنويا. نعم.